لازم يعلق على عيد ميلاد. فيا جماعه اول حاجه انا بحيي مشواي. نعم. وبعيد عليه وبعيد على اهله. و بينك وبينه في تواصل الى الان ولا؟ والله هسه مشيت انا هسه يوم الثلاثاء اللي فات كنت في دبي. اها. بفتره الان. نعم. ولقيتهم وحتى خالتها قالت لي انا بكيت ثلاث مرات. يعني يوم الوقعت باعتبارها ماتت طبعا قعدنا. ويوم المرقوها ودينا يوم جيتنا وقلت القصير دي في دبي هنا. ف شاهدت مشواي ذاتها موجوده ولا؟ اي اي ما شاء الله. التحية يا اخواننا دي اي والتهاني والتبريكات لاسره مشواي. فبقول له نهديهم هذه القصيده. نعم. يمكن كل الناس عارفين القصه. نعم. وللمعارف انه دي الطفله ابوها رماها في بير قضت 40 يوم في البير ده. ها؟ نعم. والمأساة الحقيقية في انه هي اي سببها كان خمس سنعات كان ضيعت لها خمس سنعات ابوها قابل رباها في البير دي. وانا قريت الكلام ده في حكايات جيت قريت الحكايات لقيت الموضوع. فبقول له يا طيان الزمن الغابر كل دقيقة بتبني اسية وتبقى عجائب الدنيا ثمانية لما تسمع قصة ريا اولا قبل الاسلام يظهر واخيرا هسه امام عيني وزمن البت بتقوش لابوها دقنه برضه بتدفن حيه. التاريخ عاد قصه يوسف الجلابه الجب الدم الجلابيه وسبحان الله القادر يسوي ويربط بين يوسف وبين ريا. نعم. ريا طفيله ملانه براءه بتكشر حنه صفاوتنيه وتسكن فيه طيات احلامه تكبر وتملى الكون حنيه بنيه بدو بالصيب تياشي تشيل كرباجة وسار حسائية وتبقش من دخش الله الباكر تصد متراحه مع العشوية. وريا كمال جنيات في الحلة بتفتل وتحلب غنامية وشايل الهاجرة مع الغنامة. ولما تقوقي كمال قمرية وربية بين معزاه وابوها. وامها ميت سنين منسية. ويوم الكارثة الغرد بومة سرحت في احلام الوردية وراح منها خمس سنعات. راح منها خمس سنعات. خمس سنعات. وفاكره الشغله تكون عاديه وقالت لها يابا نعاج انطلقت. وفجاه انطلقت في الناريه وكشر وحمر ودنقر وصنقع وكانها قالت له رميت لجنيه. قفل الكرنق وكتف قدامه سرت له قنايه وطاح في عظامه كسر فوق قنايته تناول عن جاويه قلاها قليه. وريت كورك يابا بجيبن هرت تجليدها يابا بجيبن قطعت تقليبها يابا بجيبن قصيت ظهرها يابا بجيبن تفع عظامها يابا بجيبن وحتى سنونه شليل قدامها يابا بجيبن وكانها ما حتيت تكبده بقطع فيها بلا حنيه. ولما خلاص الحيله انهدت وبقيت بين ميته وحيه قالت لها يابا هدومي انشرت وخايفه الاولاد يضحكوا فيا. وقف انسند عينيه شراره فرحت يمكن سن غراره سل سكينه ولسه بجوط وخيره بين الموت والموت عكيك هشوم واقطع لك راسك ولا ارميك في البيره بنيه. رفعت شوفه على انعيجاته وسالت وجفت دمعه سخيه وقالت له كم اسماعيل لابوه سوى الداير تراني ضحيه الا البيره يا برحملي يمكن ربي ضاري علي. لفحها ودمعته فوق اكتافه وقصد البير في اتأس ليله وريت له وحلن عيجاته ودمعة شوق لي كل سخيلة باقي صرارا لسه علين كرها كبشها باقي بليلة وكل ما تدفق دم فوق هدمه تقول لها يا بعفالي مليتك. وكل ما تدفق دم فوق هدمه تقول لها يا بعفالي مليتك ودلن يا بوخد لك دمه وانا ببراك بباقي الحيلة اوصك اوصك سولي غنمك زربة وبهمك شوف له شديرة ضليلة واسرح تال السافي الخرف وروغ للراحل جهة ميلة واحرص يابا عليه باقيهم وانفق ودي ان شاء الله قليلة. وابوها تقول ما ياهو ابوها وصل البير وداها كحيلة وقال لها بولا مو قول مؤمن اخر يوم اري الليلة وتحت الدود راجيك يتناكت وبكرة عفنتك تغش العيلة وتبقى غبينتي مفش الدابة. وقالت له دمعها هدى هميلة يابا يابا ارجوك لا تقول لي الحلة ولا تقول لهم ماتت علة شان ما تشوه باقي سمعتك قول للناس ختفت قبيلة يمكن ايامي تكون ما تمت وحاسة رحمة المولى بهيلة اجيك
ولقاك عينك مكسورة وتبقى حياتك يا بزليلة، وابوها تقول ما ياه ابوها رفعها وكنها حاجة رزيلة وطاحت جب في الجب مرمية بتصرخ تهتف يا يابا يا يابا يا بير ارجوك رفقا بيريا. هبطت صوت ملتخ دم منفرة سرخت ما بتلم، ويا للهول الجبلة حوله غبر الكافر عاصي المولى ظلاما يلوع فارس الجولة. كيف بتغاوم اللصة طفيلة نامت ريا الحافة دبايب وشوك وعقارب بت الحيلة شجاعا أغرع سل سناته باقي عظام والدود عويلة رفقاته يقوق اندر بري السارحة الفازعة اللعبة شليلة وريا مربعين كبد البير صوتا بحة وجوفة نحيلة وحط الأرض حتى الأرض هرت صفحته وآنسن العقروب وحشته. أما المأس الهارد الجوف شعرها كان لاك سارة رميلة سطوا الأرض طعامه وزادة وسنوا دبايب الجب بقلادة والعقروب فرشنوا وسادة وريت عاين وعاد مرحيلة. ويوم من دون ما ريت حس نزل إلهي رحمته بهيلة حام اطفال بحول الجب وكانوا قبيل لعباها وجيلة سمعوا ضجيج وهجيج وسكلب قصدوا الحلة ورحلوا رحيلة الكوركو وزردوا الحلة كورك البير البير يا ناس الحلة البير في بطنه بتصرخ طفلة ونحن جميع سامعينه سكيلة إلا الناس ما ادوهم بال لأنه البير مسكونة قبيلة لموا الشفع وسولوا بخرة وحذروا ما في زولين يمشيله إلا المولى خط رحمته ما ظنيته العبد بشيله. قام الفارس والدناير ولدا كان للحلة دليلة وقال أناس بقي شيطانة حلف بطلاقة مشيلة مشيلة طب وقامت الحلة وراه استعدى وترك الخوف بقفاه وسط البير والنايد ثابتا فارس العرك البيعه صهيلة وناغمة إنس مجنة الشوم قاتلوا إنس لكن مظلوم وطرز هايش خات اللوم إلا الشوك باقيلة مقيلة قفصت إيده الشوك لا حده وصوته بقاله مسافة قليلة وهبش هبش اتناول باقي سبيبة مركمة مع طهشة هزيلة كل الحاضرة تنوح تتأسف وريح ساسة ولا بتوصف. أما الناير مكسود دهشة والفيس آل في جوفه غتيلة إت شنو وجاك شنو أهلك وين من ياتو قبيلة قاتلوا إنسان والدنيا رمتني بنت العز من عائلة أصيلة كيف والبير دبوبة عقارب قاتلوا إلهي رعايته كفيلة كيفك شهر وزيادة تعيشي وعارف البير والدالة محيلة. قاتلوا هناك أود الناير جاني رجل ذو وش الناير كان بيديني لبن إيل البل كل ما يوم بملال حليلة إن داير المعجزة تبقى أسية غارم بس بين يوسف وريا يوسف نبي خصاه المولى لكن ريا حكاية طويلة يوسف جنبه أبوه بريده وريا أبوها إياه عدوها وهو هط النار بإيده ونهى حياته وطف قنديلة يوسف غير أخوانه رموه وحتما من قاضين إنهوه شان اختاروا دريب جلابة وبقع الضمضم حول حميلة وريا جنيته خمسة نعاج وبير عليه الحاج ممحيلة ورغم الجب الجب لكن يوسف راجل وريا طفيلة وريا مربعين كبد البير ويوسف قضى ليالي قليلة والقرآن ما عدى دبايب في بير يوسف ولا عقارب ويوسف عاش فيك صورة الأمرة وديك يا الليلة سكنها حليلة يبقى الوطن عريا اسمع بك يبقى تعقط وشال الشيلة ولا حكايتك لسه حكايتك كالعصفور واطياه الفيلة ولا حكايتك لسه حكايتك